كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رحمه الله معالي سيري مولياني إندراواتاي وزيرة المالية في إندونيسيا بجائزة أفضل وزير في العالم، وذلك ضمن فعالية اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات. معاليها قادت الجهود مع فريقها في وزارة المالية الإندونيسية لمحاربة الفساد وزيادة الشفافية في الحكومة، وكذلك تحت واجبها حققت نتائج ملموسة في تقليل الفقر وتحسين معايير المعيشة وتقليل الدين العام وتعزيز شفافية المعاملات العامة. Congratulations to Her Excellency. We also extend our thanks to His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum على تكريم الفائزة بهذه الجائزة المرموقة.